السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله هنكمل معكم الدرس ديال طرافاي اي بويسونس دين فورس بالنسبه الاولى باق علوم تجريبيه وعلوم رياضيه. اذا بالنسبه للبارتي نيميرو 1 ديال الدرس راه غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. اذا نكمل معكم على بركه الله. Travail 4, travail d'une force de mouvement constant exercée sur un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. وحقبل لنك نبدأ معكم الشرح ديال كيفاش كنحددو travail d'une force de mouvement بالنسبة لواحد لو corps solide اللي كيكون en rotation autour d'un axe fixe. إذا غندير معكم واحد التذكير واحد الغابال بالنسبة لو مومون d'une force كنا شناه في tronc commun. إذا بالنسبة لو مومون d'une force مثلا F c'est la capacité de la force F à faire tourner le solide autour d'un axe fixe ou bien d'un axe de rotation. Et donc, هو القدرة ديال واحد la force F باش تدور لنا أن هذاك لو سوليد حول محور الدوران. إذا هنا كنتكلموا على لو مومون دين فورس. بالنسبة لإكسبرسيون تاهي فايتين درناها لإكسبرسيون دو مومون دين فورس F بارابور أن أكس دو روتاسيون دلتا كنا كتبناها على هذا الشكل. لو مومون دين فورس F بارابور أ دلتا إيكال بليس موان بليس أو موان F fois d. Mais quand dire plus ou moins, yani, le moment d'une force c'est une grandeur algébrique. Yani, il peut être positif, il peut être négatif. À l'exemple, le sens que nous avons choisi. Maintenant, nous avons le corps solide, nous avons la force qui nous appelle F. إذا في حالتي إلا كان لو سونس بوزيتيف اللي اختاريتو أنا غادي مع لو سونس ديال إف في هاد الحالة كندير هنا بليس لو مومون كيساوي إف فوا دي يعني بليس إف فوا دي. في حالة إلا خديت لو سونس بحال غادي في المنحى المعاكس في هاد الحالة خصني ندير هنا موان. هادشي اش كنقولو لو مومون دين فورس إتين غوندور أجيبل لأنه ديبون دو سونس اللي أنا اختاريتو. بالنسبة للدي دي سي لا بلي بوتيت ديستونس أونتخ لين داكسيون et la droite et l'axe de rotation delta. يعني انا اول حاجه غنمشي نرسم لين داكسيون هو هذا لا بلي بوتيت ديستونس ما بين لين داكسيون يعني دروات داكسيون ومع دلتا راه تكون هي هذه. دونك هذه اصغر مسافه اللي بيناتهم في هذه الحاله. هذه هي دي. دونك هذه هي دي كيفاش كنحددوها. دونك دي سي لا بلي بوتيت ديستونس كي سيبار لا دروات داكسيون de la force et l'axe de rotation. دابا نمرو لي زينيتي. بالنسبة لي زينيتي مثلا F F هي الانتنسيتي دونك غتكون بالنيوتن. بالنسبة لدي ديستونس دونك غتكون بالمتر. وبالنسبة لو مومون دونك غنديرو F فوا دي يعني نيوتن فوا لو متر. دونك غندير نيوتن فوا لو متر. دابا ندوزو طرافاي اليمونتير. إذا قبل نبداو طرافاي دين فورس دو مومون خص أول حاجة نبداو طرافاي اليمونتير يعني عندي ما عنديش تخاجيكتواغ اللي هو غيكتيلين. دونك أنا عندي سيركيلار غيكون. مثلا عندي أنا هاد لوبجي شنو غندير لوغ دين بوتيت روتاسيون دلتا تيتا دان كور سوليد. إذا حنا غندورو حنا هاد لو كور سوليد واحد بوتيت روتاسيون يعني واحد الزاوية الدوران اللي كتكون صغيرة بزاف. إذا شنو كيوقع ان هذيك لو بوين دابليكاسيون دو لا فورس اف شنو كتقطع واحد المسافه واحد ديستونس يعني واحد لاك واحد القوس اللي كيكون صغير بزاف. دونك هنايا نقدروا نعتبروا عباره عن سيغمون يعني عباره عن واحد كيكون غيكتيل يعني واحد القطعه صغيره. اذا الا كانت قطعه صغيره كنقولوا دلتا ال. دونك لو بوين دابليكاسيون دو لا فورس اف باركور ان ارك ام 1 ام 2 هاو باركور ام 1 qu'on peut le considérer comme un segment de longueur delta L. Ou avec delta L, il y a M1, M2. Il y a l'arc M1, M2. Il y a le cos M1, M2. Donc, il y a là un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Sur ce déplacement, on peut aussi considérer que la force F كوم كونستون يعني على حساب هاد ديبلاسمون اللي كاين هنا ممكن حنا نعتبروا بان هاد لا فورس قديمه كونستونت. كونستونت يعني غتحافظ لينا على لو سونس على لينداكسيون غتحافظ لينا على لانتونسيتي. يعني هنا ممكن نعتبروا بان غتبقى دائما كون حنت صغير بزاف ماشي كبير ماشي هنا حيت هنا ممكن تولي هنا. دونك انا غتغير لينا لا ديريكسيون. دونك حنا غنعتبروها انها راها كونستونت. La force F effectue un travail dit élémentaire exprimé comme suit. Et donc, bien sûr, le point d'application d'elle تغييرات من واحد لابوزيون واحد بوزيون في هذه الحاله نقولوا راه عندها طرافاي. ولكن عندي ديبلاسمون صغير بزاف في هذه الحاله نتكلم على طرافاي اليمونتير. كيفاش غنعبروا عليه حنا فايتنا درنا بالنسبه لطرافاي اليمونتير ديما كنديروا لا فورس فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون. دونك غندير اف لو فيكتور دو ديبلاسمون هي ام ا ام 2 حنا درناها هي دلتا ال. وبالنسبه نستعملوا الرياضيات قلنا الا كان واحد الفيكتور
فيكتور وواحد فيكتور كنديروا كوسين الزاويه اللي بيناتهم. دونك غنديروا اف دلتا ال كوسين الزاويه اللي بينات اش الزاويه اللي بينات اف ودلتا ال. فين هي الزاويه اللي بيناتهم؟ هي هاد الفا اللي ممكن حنا ناخذوها الزاويه بين دلتا ال وما بين اف هي هادي. Donc puisque le moment du point M est circulaire, alors donc بما ان هاد الحركه ديال point M كتكون سيركيلير فهاد الحاله نحاولوا نطبقوا الدرس الاول اللي حنا قرينا لابسيس لابسيس كيرفيلين. بالنسبه لابسيس كيرفيلين اس هو اس هو دلتا ال عندي كندير ار فوا فوا الزاويه اللي كاينه هنا ار فوا تيتا. دونك غتولي دابا تكتب لي على شكل دلتا ال يعني تساوي ار يعني الشعاع لو غايون فوا هاد الزاويه هاد بوتي ديبلاسمون يعني ار دلتا تيتا. دونك انا غنمشي نعوض هاد دلتا دلتا ال باردون دلتا ال غنعوضها غنعوضها بار دلتا تيتا. دونك اش تولي عندي لو طرافاي اليمون تاع تساوي اف دلتا غنعوضها بدي القيمه ديال تولي ار دلتا تيتا ها هي كوسينيس الفا صافي. Donc, le travail élémentaire de la force F est égal à F fois R fois delta theta fois cosinus. Donc, nous allons trouver cet alpha. Donc, alpha fin est ici. Donc, nous allons essayer de dire que l'angle alpha est ici qui est là. Donc, nous allons suivre. Donc, d'après la figure, on a H. Donc, nous avons l'angle alpha qui est entre delta L et la force F. دونك انا ممكن نكمل هنا. دونك هاد الزاويه شحال غتكون لا فالور ديالها؟ تكون هي الفا. علاش؟ لان زاويتين متقابل الراس غيكون عندهم نفس لا فالور. دونك انا غنجي دابا لهاد الزاويه شحال كتساوي هاد الزاويه اللي كاينه هنا؟ دونك انا عندي هنا راها اونبل دغوا دونك زاويه قائمه. دونك الا بغيت هاد الزاويه شنو غندير؟ عندي 90 ناقص الفا. دونك الا درت 90 ناقص الفا راه غنلقانا هادي 90 ناقص الفا. غنمشي ناخذ هاد لو تريونغل اخر اللي عندي هنا راه عندي هنا عندي 90. دونك انا نقدر نلقى هادي. دونك حنا كنعرف مجموع زوايا مثلث شحال كتساوي؟ كتساوي 180. دونك ممكن نبينوها. دونك انا غناخذ مثلا هذه الزاويه مثلا هي بيتا كمثال. دونك انا غندير مثلا 90 مو الفا يعني هذه الزاويه غنزيدها هاد 90 هاد الزاويه لا فالور ديالها وغنزيدها الزاويه اللي هي بيتا ايتيغال شحال كتساوي 180. مجموع زوايا مثلث تساوي 180. دونك 90 زائد 90 عطي 180 غتولي هنا بيتا موان الفا ايتيغال 180. دونك انا 180 دوزتها تعطيني 0 اذا كتولي بيتا موان الفا ايتيغال 0 يعني بيتا كتساوي الفا. دونك احنا بينا بان هاد الزاويه راها هاد لونغ راه هي الفا. دونك دابا غنمشي نحسب انا كوسينيس الفا. كوسينيس الفا اش كيساوي؟ كيساوي دي على لو غايون ار حيت هذا هو الشعاع اللي الضلع المحادي على الوتر. دونك غتساوي دي على ار. دونك ممكن نلقى انا دي دابا. دونك دي حيت انا عندي ار فوا كوسينس الفا ممكن نعوضها هنا. دونك تولي دي تساوي ار فوا كوسينس الفا. غنمشي نعوضها هنا ار فوا كوسينس غنعوضها باش بالدي غتولي اف فوا دلتا تيتا فوا دي. دونك في هاد الحاله غتولي الترافي اليمونتير يساوي اف فوا دي فوا دلتا تيتا. اعيد دونك هاد دي عوضتها بار وكوسينس دونك بقات ليا تولي اف فوا دي دلتا تيتا. دونك غنكمل دابا دي اونا شنو عندنا ثاني؟ ان لو مومون دو لا فورس راه لو مومون كيف شرحنا بان لو مومون دو لا فورس اذا هذا هو لين داكسيون هو هذا. دونك هذه لا ديستونس اللي كاينه كنديروا لا فورس فوا لا ديستونس لا بلي بوديت ديستونس ما بين لين داكسيون وما بين لاكس دو روتاسيون هو هذا لاكس هنا في كيدور هنا هذا هو لاكس دو روتاسيون في كاين. دونك كتساوي اف فوا دي. دونك هذيك اف فوا دي غنعوضها بلو مومون اش غتولي؟ غتولي لو مومون فوا دلتا تيتا. دونك غتولي لو طرافاي اليمونتير كيساوي لو مومون دلتا لو مومون دو اف باغابوغ دلتا فوا دلتا تيتا. دونك هذا هاد لو طرافاي غير في هاد بوتيت ديبلاسمون بحال هكا. دابا الا خدينا واحد ديبلاسمون اخر واحد شويه نفس الطريقه غيساوي تا هو لو مومون فوا دلتا تيتا ودلتا مثلا اه ولا دو ولا غادي بحال هكا. دونك حنا غنشوفو دابا لو مومون لو طرافاي دي فورس دو مومون كونستون سوليت اون روتاسيون. دونك بحال هنا عندي دلتا تيتا دلتا تيتا جوج دلتا تيتا ثلاثة حد دلتا تيتا هي كتساوي المجموع ديال هادوك لونغل دو روتاسيون كيكونوا صغار. إذا شنو عندي؟ عندي لاسون غنشوف لو طرافاي هنايا ولو طرافاي هنا ولو طرافاي هنا عندي المجموع ديالهم. دونك في هاد الحالة لوغ دو روتاسيون دو سوليت باغ ان لونغل دلتا تيتا هي هادي لو طرافاي افيكتي par la force F ayant un moment constant par rapport à l'axe delta est égal à la somme des travaux élémentaires. Yani on dit ana le travail au cours de delta theta qui est la somme des travaux élémentaires. On a l'qina qbila هو le travail élémentaire qina bi anna qui est le moment de la force fois delta
تيتا. دونك بويسكو لو مومون دو لا فورس كيكون كونستانت، هاي لو مومون اي كونستانت دونك ثابت، ممكن نخرجها تولي لا سوم دو دلتا تيتا. دلتا تيتا هما دوك الصغار اللي كيكونوا هنا، الا مشيتي جمعتيهم غيعطيك غتعطيك دلتا تيتا، هي لونجل اللي هي كبيره. دونك في هذه الحاله غتعطيني لا سوم ديال هذه غتعطيني دلتا تيتا. اذا ها حنا لقينا دابا لو ترافاي ديال فورس دو مومون كونستانت في الحاله ملي كيكون سوليد اون غوطاسيون، تيكفي انك تحفظ هاد العلاقه ملي كيكون عندك غوطاسيون. دونك بالنسبه لو مومون راه كنعرفو بالنيوتن باغ نيوتن فوا متر، دلتا تيتا كتكون بالراديان، هادي هي لونغل دو غوطاسيون. وبالنسبه هي كتساوي دو بي ان على حسب ان هو نومبر دو تور، واوميغا راه درنا لقيناها بالجول في البارتي نيميرو ان. دونك هكا عقلت على هاد العلاقه. دونك لا ناتير دو ترافاي موتور ولا ريزيستون ديبون دو سين دو مومون اف ولا دلتا تيتا، حيت لو مومون ديال فورس كيقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك في هاد الحالة ودلتا تيتا تيقدر تكون بوزيتيف يقدر تكون نيجاتيف على حسب لو سونس. إلا كان لو سونس مكان زاوية الدوران غادية بحكا ولو سونس غادية بحكا راه تكون بوزيتيف، إلا كان العكس غتكون نيجاتيف. دونك راه فايتنا شرحنا ما معنى موتور ما معنى ريزيستون في البارتي نيميرو 1. دابا نشوفو طرافاي دان كوبل دو فورس دو مومون كونستون. بالنسبة لكوبل دو فورس راه شفنا تاهي في طرون كومان، نحاول ندير واحد الغابيل تاهي عليها. مومون دان كوبل دو فورس باغابوغ الاكس دو غوطاسيون، إذا تذكير درناه في طرون كومان. دونك اون ابال كوبل دو غوطاسيون لونسومبل دو دو فورس دو ديريكسيون باراليل داكسيون ديفيرونت لو سونس اوبوزي اي دو ميم انتونسيتي. الى خدينا مثلا هاد لو سوليد طبقنا عليه واحد ان كوبل فورس ان كوبل دو دو فورس يعني جوج القيوع اف 1 اف 2. هاد اف 1 اف 2 شنو كيكون عندهم الشروط؟ يعني خص يكونوا باراليل خص يكونوا متوازيين، ولكن خص يكون لين داكسيون خص يكون ديفيرون يعني ماشي عندهم لين داكسيون باش يدور لينا هذاك لو سونس اوبوزي يعني الاخر طالع الفوق الاخر مثلا هابط لتحت. وبالنسبه ميم انتونسيتي عندي عندهم ميم انتونسيتي يعني الانتونسيتي كومين هي اف يعني اف كتساوي اف 1 كتساوي اف 2. وبالنسبه لو مومون فايت لينا درناه بان لو مومون دين كوبل راه كيساوي بليس او موان، لانه حتى هو كيقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف على حساب لو سونس ديال بليس على حساب ديال لو سونس اللي حنا اختارينو كتساوي اف و دي. شنو هي الدي؟ الدي هي المسافه اللي كتكون ما بين لينداكسيون ديال اف 1 ولينداكسيون ديال اف 2. دونك بالنسبه لاف راه كتكون بالنيوتن، دي كتكون بالمتر، ولو مومون ديما كيكون بالنيوتن باغ متر. عقل بان الدي راه هي المسافه اللي كتكون بينات لينداكسيون ديال بجوج. دونك احنا ذكرنا بلي مومون دين كوب، دابا نشوفو طرافاي دان كوب دو مومون. دونك بوغ ان بوت ان غوطاسيون اليمونتيغ دلتا تيتا يعني واحد الزاوية الدوران صغيرة بزاف، لو طرافاي اليمونتيغ دو كوبل اي. دونك حنا فايت لينا بينا قبيلة قلنا ان لو مومون اليمونتيغ كيساوي لو مومون فوا دلتا تيتا، حنا في بلاصة هاديك لو مومون ديال هاديك فورس غندير هنا مومون دين كوبل ام سي دلتا تيتا كيف درنا قبيلة. دونك في هاد الحالة غنحسبو دابا اوكو بوغ ان غوطاسيون دلتا تيتا، دلتا تيتا هي لا سوم دو دلتا تيتا. شنو كنديرو؟ لو ترافاي دو كوبل اي لا سوم دي ترافو اليمونتيغ يعني مجموع ديال هادوك لي ترافو، غنديرو مجموع ديال غندير لا سوم يعني دوبل في نرمزو بان لو مومون ديال كوبل غتساوي لا سوم ديال لو مومون لو ترافاي اليمونتيغ يعني لي ترافاي اليمونتيغ. دونك حنايا غنديرو هنايا ونعوض ام سي هنايا، دونك غتولي لا سوم ديال ام سي دلتا تيتا. وبويسكو ام سي كونستون، دونك بويسكو لو مومون دو كوبل كيكون كونستون حيت انا كنهضرو على لو ترافاي دان كوبل دو مومون كونستون كيكون ثابت، في هاد الحالة غنخرجوها تولي لا سوم ديال دلتا تيتا يعني واحد غوطاسيون اللي كتكون اليمونتيغ. في هاد الحالة لا سوم ديال هادي غتعطيني هي دلتا تيتا. دونك لو مومون دين كوبل كتساوي لو ترافاي دين كوبل كتساوي لو مومون دو كوبل فوا دلتا تيتا يعني يكفي انك تحفظ هاد العلاقة. دونك بالنسبة للوحدات كتكون بالنيوتن، دلتا تيتا كتكون بالراديان، وبالنسبة للمومون راه كيكون لو ترافاي راه كيكون بالجول. إذا غتحفظ هاد العلاقة بالنسبة للمومون دان كوبل. دابا ندوزو الفقرة الأخيرة هي البويسونس دين فورس أو دان أنسومبل دو فورس.
اول حاجه نديرو نوسيون دو لا بويسونس، يعني مفهوم ديال القدره. لا بويسونس كنرمزو لها ب بي، اون سامبوليز لا بويسونس بار بي، ايت اون غروندور فيزيك ديبون دو ترافاي، اذا ديبون دو ترافاي اي دو لا ديغي نيسيسير بو ليفيكتي، يعني ان هاد البويسونس واحد المقدار فيزيائي كيتعلق بلو ترافاي، وايضا كيتعلق بالمده اللازمه باش يدار هذاك لو ترافاي، يعني المده باش يدار هذاك لو ترافاي. هذا بالنسبة للنوسيون. دونك لينيتي دو لا بويسونس دون لو سيستيم انترناسيونال اي لو وات. اذا فايت لك عرفتيها كتعرفها بان البويسونس راه كتكون الوحدة العالمية هي الوات، وكاينين لي ميتيبل دو وات يعني المضاعفات ديال الوات، كاين كيلو كاين ميغا جيجا. دونك مثلا كيلو وات يعني كتكون هي 1000، دونك 10 لا بويسونس 3، 1 كيلو وات كتساوي 10 لا بويسونس 3 وات. نشوفوا دابا ميغا وات 10 لا بويسونس 6، 1 ميغا وات كتساوي 10 لا بويسونس 6 وات، وبالنسبة للجيجا وات كتساوي 10 لا بويسون 9 واط. هادو وحدات اللي كيكونوا كبار شي شويه على الواط. دابا نشوفو بويسونس مويان. بويسونس مويان كتكون عندي واحد لاديغي اللي كتكون كبيره شويه. دونك لا بويسونس مويان دين فورس اي لو كوسيون دو ترافاي دو سيت فورس بار لا ديغي دلتا تي بور رياليزي سو ترافاي، يعني لو كوسيون يعني التعريف ديالها بان كتساوي الخارج ديال لو ترافاي على المدة الزمنية على دلتا تي. انت تحفظ غير هادي. بالنسبة لزينيتي لو ترافاي كيكون بالجول، بالنسبة لدلتا كتكون اكسبريمي اون سكون يعني بالثانية، والبويسونس غتكون بالوات. هادي بويسونس مويان. دابا نشوفو دابا بويسونس انستونتاني، يعني كتكون في واحد اللحظة اللي كتكون واحد المدة الزمنية كتكون قصيرة بزاف، كتكون كورت. Puissance instantanée d'une force constante ou d'un ensemble de forces constantes appliquées à un solide en translation. Donc, je vous le dis, qu'on a dit en translation. La puissance instantanée d'une force constante est évaluée en considérant que le travail élémentaire effectif pendant une courte durée encadrant l'instant T. Il y a une fois de mode de zemani qui est considéré bizarre. Donc, par définition, P katsawi, le travail élémentaire sur delta t. بالنسبة لو ترافاي إليمونتيغ في الحالة ملي كيكون عندي اون ترونسلاسيون كتساوي اف فوا دلتا، دونك اف فوا كنقول فوا ا بي بما ان ديبلاسمون صغيرة، دونك في هاد الحالة غندير دلتا ال سور دلتا تي. إذا ممكن نجزأ أنا هادي تولي اف أو دلتا ال على دلتا تي، ومن كنقول المسافة على دلتا تي راه هي لا فيتيس، دونك لا فيتيس دونك اف إتيكال اف فوا في. Donc, dans le cas d'une translation, fait le halak tkoun f est égal f fois v. Et d'un aklo ala had l'alaka, benisba cas d'yel translation. Benisba le v, c'est le vecteur vitesse katkoun instantané du point d'application de la force f. Et d'un katkoun vitesse instantané, machi vitesse moyen. Remarque, d'après la définition du produit scalaire, on a. دونك حنا عندنا هاد العلاقه، حنا كنعرفوا واحد الفيكتور فواحد الفيكتور، كندير كوسينس الزاويه بينات هادو. دونك في هاد الحاله غندير بي اف و في كوسينس الفا، وبطبيعه الحال هذيك الفا راه هي لونغ اللي كتكون ما بين اف و في. دونك لا بويسونس اي تي غروندور الجبريك دون لو سين ديبون دو سين دو كوسينس الفا. علاش الجبريك؟ لان كوسينس يقدر يرد هاد لا بريسون بويسونس سالبه ويقدر يردها موجبه. دونك في هاد الحاله لان دونك لا بويسونس ديبون دو سين ديال كوسينس الفا، كتعلق بكوسينس الفا. لا بويسونس اي موتريس سي بي بوزيتيف، ريزيستانت سي بي نيجاتيف. دونك في هاد الحالة كانت بي موجبة راه كنقولو لا بويسونس اي موتريس لا ناتيغ ديالها. بالنسبة لا ناتيغ ديال الا كانت الحالة اللي كتكون بي نيجاتيف راه كنقولو ريزيستونت، بحال لو ترافاي اللي كنا هضرنا موتور اي ريزيستون. Dans le cas d'un ensemble de forces constantes appliquées à un corps solide en translation, la puissance instantanée de ces forces est égale à la somme des puissances instantanées des différentes forces. Bien, il y a quand même des cas où il y a une somme de forces appliquées
اكزرسي مطبقه على واحد لو سوليد اللي كيكون اون ترانسلاسيون. لا بويسونس انستونتاني ديال هاد لي فورس راه كيساوي كتساوي لا سوم دي بويسونس انستونتاني ديفيرونت فورس. يعني نكتبو بحال هكا اف كتساوي لا سوم دي بويسونس اي، يعني كتساوي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. وكنعرفو في الحاله ديال ترانسلاسيون راه كنعرفو بي كتساوي اف فوا في، دونك غتكوني بي 1 هي اف 1 في 1 بلس اف 2 في 2 بلس اف 3 اف 3 في 3 وغادي حتى الاف اي في اي. هادي كنعرفوها الحاله. عدي هنايا ترونسلاسيون، الا كان ترونسلاسيون راه كيكون عندهم ميم فيتاس لانه ما كيدور ما حتى حاجه هذاك لو كور. اذا يعني ان هذيك لا فيتاس غتحافظ على كارد ميم سونس، كتحافظ على ميم ديريكسيون، كتحافظ على ميم انتونسيتي. اذا ممكن نعملو حنا بي في راه كونست، حيت في 1 كتساوي في 2 كتساوي في 3 كتساوي حتى في اي. دونك ممكن نعملو بها. دونك اي بويسكو دون زين ترونسلاسيون تو لي بوان اون لا ميم فيتاس ا شاك انستون، دونك في هاد الحاله تولي تساوي بي كتساوي لا سوم دي اف اي، دونك اللي غيتغير هو اف وفي راها كونستونت. 3 بويسونس انستونتاني دي فورس دو مومون كونستون ابليكي ان سوليد اون روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. دابا غنشوفو الحالة بويسونس انستونتاني في الحالة ملي كتكون عندي روتاسيون. حنا كنعرفو بأن بي كتساوي لو ترافاي اليمونتيغ فوا دلتا تي، دونك حنا كنعرفو لو ترافاي اليمونتيغ كيساوي لو مومون فوا دلتا تيتا، دونك على دلتا تي راه فيتنا بينا هادي دونك تساوي. دونك غنحاول نفكك هادي، دونك لو مومون تولي دلتا تيتا على دلتا تي فقط. دونك دلتا تيتا على دلتا تي راه فايتنا شناها، دونك هادي لا فيتاس اونغيلار هي اوميغا. دونك حنايا ممكن نكتب بي كتساوي لو مومون دو لا فورس فوا اوميغا في الحالة اللي كتكون عندي اون روتاسيون. اذا هذه كتساوي لا بويسونس انستونتاني. بالنسبه للزينيت تي بي راه كتكون بالواط، بالنسبه لو مومو راه كنعرفو نيوتن في متر، بالنسبه للاوميغا راه فايتنا شناها راديان بار سكون. اذا هذا هو الدرس ديال ترافاي اي بويسونس دين فورس بالنسبه الاولى باك. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله ندير لكم تمارين وفروض ان شاء الله. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.